السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. عليك السلام. مرحبا لالا خديجة. بركة العواشي. الله يبارك فيك لالا. كيداير عمي الحاج؟ نحمد ربي ونشكره. بخير الحمد لله. يا مرحبا لالا خديجة. بيضك دير لي الدعاء راني مريضة شوية. الله الله الله. يديروا لنا جلية ما كنلقيتش الناض ودارك. الله يشافيك ويعافيك. الله يرحم والديك عمي الحاج. يا ربي يا ربي يا كريم. راني مريضة بزاف ما لقيتش نوقف. الله يشافيك ويعافيك لالا. دير لي الدعاء لواحد الدريه وواحد دريه الله يرحم والديك. يا رحمن يا رحمن. راه عطاو عيان مسكين شويه. لا اله الا الله. واعطيني لمرتك الله يرحم والديك عمي الحاج. واخا لالا خديجه مرحبا لالا. الله يحفظك الله يحفظك. الله ينورك بنور الله. واخا لالا خديجه انا غنصيفطك ندوزك عند عند الستوندار ان شاء الله ويعطوك الرقم باذن الله لالا خديجه. لا اله الا الله الله يشافي الجميع. لا اله الا الله لا اله الا الله. الاحباب الكرام لا نستهين بالدعاء. هل تعلمون بأن الدعاء هو مخ العبادة؟ إذا كنا نحن في هالدنيا أولى الأولويات اللي احنا مطالبين بها قبل العلم والعمل وجميع الأشياء الأخرى، أول شيء وهو العبادة. هذا هو إذا درنا سلم الأولويات المطلوبة منا في هذه الدنيا وهو العبادة. ربنا عز وجل حينما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة هي رقم واحد. لكن شنو هو الجوهر ديال العبادة والمخ ديال العبادة؟ ها هو الدعاء. لهذا الدعاء راه هو رقم واحد في سلم الأولويات. من ألهم الدعاء فقد ألهم خيرا كثيرا، لأن لما تدعو الله تعالى تناجيه ويسمعك سبحانه في عليائه وهو معك قريب سبحانه، يسمعك ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي يؤمنون بي ولم يروني وإنهم يرفعون أيديهم ويلتمسون مني العطاء، يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. ثم إن الله تعالى يعطي الجواب. الجواب ديال الدعاء يكون على أقسام ثلاثة. واحد الفئة غير يقول يا رب يعطيني يعطيني، يقول الله هاك خذ وسيؤك يمشي، ويقدر ياخذ الحاجه ديالو ولن يدعو الله بعدها، قضى حاجته، انسان بغى المصلحه راه عطاه ليه مولانا وزاد في حاله. وكاين فئه ثانيه كيبقى يدعي 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 وربي عز وجل كيقول لجبرائيل يا ربي هل اعطيه حاجته؟ كيقول الله تعالى يا جبريل لا تقضي حاجته فاني احب ان اسمع دعاءه. احب ان اسمع دعاءه. ربي عز وجل ما بغاش يعطيه، حتى الى عطاه بحال الاول غادي غير ياخذ المصلحه ديالو وغادي ينسى ذكر الله وغادي يمشي يتيه في الدنيا. ربي كلي خليه يبقى يقوم الليل، خليه يتالم، وكل ما يقول الله يا ربي يا حنان كيبقى ربي يسمع دعاءه. ومن بعد حتى كيجمع لي الله الخبيزه كلها وكيعطيها لي خامره، كيعطيها لي زينه، كيعطيها لي كبيره مضاعفه. هذا النوع الثاني. أما النوع الثالث وهذا من أهل الله كيبقى يدعي 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 وربي سبحانه وتعالى كيقول لهم ادخروا له دعواته إلى الدار الآخرة، فكيبقى عمر كله هو كيدعي وباقي ما وصل والو ولم ييأس من رحمة الله ودائما سعيد بمناجاة الله، حتى حينما يلتحق بالرفيق الأعلى وكيكون في الدار الآخرة يفاجأ. غير كيدخل الدار الآخرة كيلقى جبال مثل جبال أحد وثهامة من الحسنات والبركات، كيقول الله تعالى هذه لك، كيقول لي متى صنعت حتى أنال كل هذه الخيرات؟ كيقول دعوتني ودعوتني ولم أعطك وادخرته لك في الدار الآخرة. هنا كيقوموا دوك الناس اللي داروا الدعاء وربي استجب لهم في الدنيا كيشعروا بالغبينة. علاش كتسمى يوم التغابن؟
عندنا في القرآن واحد السورة اسمها سورة التغابن، هو معنى أن الإنسان يشعر بالغبينة، يقول يا حسرته يا ربي كون في الدنيا نكون غير كنت كندعي وما أعطيتنيش الجواب، لو أنك ادخرته لي في الدار الآخرة. لهذا الصالحون كانوا لا يهمهم الإجابة وإنما يهتمون بالدعاء. فلالة خديجة نطلب الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة التي وافقت عاشوراء، نسأل الله تعالى أن يمتعك بالصحة وبالعافية وبتمام العافية، الله يجعل دوك الركيبات ربي يجبر العظم ديالك ويقوي فيك الإرادة والعزيمة. هذاك الظهر أسأل الله تعالى أن ينقذ ظهرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله يشفيك بشفائه، اللهم بحق قولك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، ببركة آيات الشفاء في كتابك العزيز، اللهم شافي لالة خديجة، اللهم شافيها وطبها في الغيب، وشافي زوجها، وشافي العائلة جمعاء، وشافي كل مرضى المسلمين يا رب في هذه الساعة، كل من يئن من مرض أو سقم، اللهم ببركة آية الشفاء في كتابك العزيز تجلى علينا وعليه وعلى الجميع، تجلى علينا بشفائك، تجلى علينا بالصحة والعافية وبالكرامة الربانية. اللهم عجل بالفرج، واحفظ اللهم الأولاد للخديجة يا رب، أقر بهم العيون واجعلهم صالحين مصلحين، وجميع أبناء المسلمين. قولوا معنا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.